هي أبراج الكسوة اللي رحنا فيها ساكنين فنادق، هي أربعة أبراج أو خمسة أبراج. مدخل رقم واحد في الفندق هذا برج، مدخل رقم اثنين هذا رقم ثلاثة وهذا خمسة. هذا البرج من الداخل كده، هذا مركز الاستقبال. رقم اثنان، رقم اثنين، أنا طالع 20 برا دركا، أنا وصلت الطابق الثاني. السلام عليكم. السلام، مرحبا بك. سطال بحسن. اهلا. شو الاخبار؟ داود لهاك كنت عشت. ها هو سطال بحسن. مرحبا سيدي. سالي كنت عشت بردتو. واه بردت كما تيزول. قول لنا كلمة سطال بحسن، هذا الفندق اللي احنا فيه واش الاسم تاعه؟ هذا يسموه أبراج الكسوة. أبراج الكسوة. أبراج الكسوة. خمسة أبراج. خمسة أبراج. ما شاء الله، كي داير شوية في الخدمات نتاعو؟ الخدمات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا الحمد لله يا ربي لك الحمد. ما شاء الله. الإطعام فيه ولا والو؟ الإطعام فور. تبارك الله. فرانسيس بالفور. قهوة الصباح. قهوة الصباح، وعندك العشاء، العشاء. العشاء، نعم. العشاء الحمد لله. يا ربي لك الحمد. الحمد لله، يا ربي لك الحمد. سي بن عودة. وجبة. بانك حارم ولا والو؟ زعما السي عبد الرحمن دور هنا يضمن الرقاد، وهادو مجمعتنا لهم معنا في الشومبرا. واش باش نديروا شي عمره هذو؟ وربي يبارك فيكم ان شاء الله، وربي يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله.